البعض يقول إن من العلاج لفك سحر لفك سحر الصرف أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة ثم ينفك السحر بإذن الله ثم يراجعها بعد ذلك، فهل هذا الفعل سائغ وهل له وجه من الشرع وبماذا يوصي فضيلته؟ هذه فتوى العوام، هذه فتوى من العوام ما قال بها أهل العلم ولا هي بصحيح. حل السحر ما هو بالطلاق، حل السحر بالعلاج الشرعي لا بالطلاق، الطلاق ليس حلا، والله جل وعلا يبغض الطلاق، الله يبغض الطلاق إلا إذا دعت إليه الحاجة من عدم صلاحية العشرة بين الزوجين أو عدم الوفاق بين الزوجين، أما أن يطلقها من أجل العلاج فلا أعلم أحد من أهل العلم قال بهذا، وإنما هذا مشتهر عند العوام.